يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل لي أن أذهب إلى ديار بعيدة عن والدي، وذلك لغرض طلب العلم، ووالدي في حاجتي، ولكن أمور معيشتهم ماشية وينقصهم بعض الأشياء من متطلبات الحياة، فهل لي أن أسافر؟ لا، ليس لك أن تسافر إلا إذا أذن لك، لأن طاعتهم واجبة، فتبقى عندهم إلى أن يأذن لك في الذهاب لطلب العلم. نعم.